عادل واش تتفق مع الراي اللي تيقول بانه وقع واحد التاخير على مستوى انجاز الخط الثالث في تراموي في مقاطعه مولاي رشيد ولا في عماله مولاي رشيد سيدي عثمان؟ متفق، كان تاخر ملاحظ يعني كلشي كنعرفوا، كانوا الناس كينسبوه الماء هو العائق ديال كوفيد وما ترتب عليه من ديك الوقفات اللي وقفات الدوله ككل، ولكن دابا تيبان لي بان المنسوب ديال الاشغال ما غاديش بهذيك الكيفيه اللي حنا كننتظروها باش ممكن نخرجوا بهذا الخط الثالث والخط الرابع عندنا في العماله. البعض تيقول بان خاص هاد الناس اللي تيخدموا في الترامو يخدموا بالليل والنهار والعطال باش يلاه يسرعوا الانجاز تاع هاد المشروع هذا، لان في دول اخرى بحال المشاريع ما تتفوش 6 شهور عام تقريبا. تماما، راه كان محطوط مخطط ان الانطلاقه ديالو تعطاش واحد لاضات، ولكن من هنا كنشوفوا علاش ما يديروش هذيك طرواويت كما كيديروا في الشركات الانتاجيه، حتى هذا خط انتاجي ممكن انهم يشتغلوا طرواويت بحال هكا ويخدموا بالليل والاعياد وهذاك باش يسرعوا الوتيره، لان كتشوف الاختناق ديال السير والجولان تيعطينا واحد العدد من الحوادث، تيعطي واحد الصراعات داخل الشارع العام. هناك ما كان تيقول بان اصلا الشارع ادريس الحارسي ما قادرش يستوعب هذا المشروع تاع خط تراموي، وكان يدار شي مشروع اخر مثلا بحال حافله ذات الجوده العاليه اللي شويه غادي تكون يعني تواكب او تنسجم مع طبيعه تاع شارع ادريس الحارسي في مقاطعه مولاي رشيد سيدي عثمان اللي تيربط ايضا مقاطعه سباس. دابا كما تنعرفوا حنا بان هذا الشارع كيدوز على شارع الشجار، كيمشي حتى الكليه، تيدخل حتى لجهه التشارك، تيربط ثلاثه المقاطعات اللي هي مولاي رشيد وسيدي عثمان وسباته. كان بالاحرى على ان هنا اللي يكون فيه الباسواي وتكون وشارع الشجار، راه عرفتي اللي كان معروف عليه بانه واحد الخط او واحد الشارع اللي كان عليه اكتضاد كثير وكان عليه بزاف ديال التساؤلات، ولكن تنظن علاش ما داروش باسواي هنا وداروا هنا الترامواي، لان كما كنعرفوا هنا كان عندنا المارشي كريو كيقولوا بانه غيتم التحويل ديالو، لو انه بقى المارشي كريو هنا وبقى الترام هنا غيكون عائق ديال الحافلات والمرور وغيكون اختناق كبير، كما كنعرفوا راه كتكون واحد 800 حافله اللي كتجي هنايا ولا شاحنه. وكي دابا الواقع الحال هو ان المارشي كريو راه باقي هنا في سيدي عثمان والترامو غادي يتجزا، ما غاديش ياثر على مستوى الحركه السير والجوال مستقبلا. وراه هذا الشيء اللي كنقولوا ان مادام كاين تعثر في الحركه ديال الانجاز ديال هذه الخطوط الا كيعطينا واحد العائق ديال التاخر اللي تتنتج عليه هاد المشاكل اللي كاينه في السير والجولان وهاد المشاكل النفسيه، حتى احنا في المنطقه تنحسوا بان ما كاينش واحد التميز خذاته مقاطعه مولاي رشيد ولا مقاطعه سيدي عثمان ولا العماله ككل بحكم التراموي وهاد الاشغال ديالها، كلشي متوتر كلشي متعصب كاين اختناق. تنطلب حاجه وحده، لان هاد المنطقه زوينه بزاف ولكن راه مهمشه بزاف، حتى بالنسبه للطرقان تلقاو شوف لا سيركلاسيون مضيقه بزاف، ما كاينش ناس منين ندوزو، فنحاولوا انا ندير واحد الالتفات على هاد المنطقه هادي. تشوفوا شويه هاد خط التراموي اللي كاين الخط الثالث تاع التراموي غادي يزيد يعمق المشكل تاع السير والجولان في هاد المنطقه. الا كانت السرعه في الخدمه ما يكون العرق لا والو، ولكن الا كانت بحال الشكل بهاد البطء هادي ماشي غنبقاو واحد، تنتمنى تكون واحد الالتفات على هاد المنطقه هادي، هاد المنطقه هادي فيها ما يدار ولكن للاسف.